دائما ما تحظى سباقات القدرة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالكثير من الاهتمام سواء كان من وسائل الإعلام أو من دول أخرى، بالإضافة إلى المشاركين بعدد المشاركين في هذه النسخة، على الرغم من أن هذه النسخة تعتبر من النسخ المحلية والتي يطبق عليها قانون ونظام داخلي لاتحاد الإمارات العربية الفروسية، وإلا أن عدد الحقيقة كبير نظرا لأهمية هذا الحدث ونظرا للسمعة الطيبة التي تحظى بها دولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم السباقات القدرة وبالأخص السباقات الكبيرة، ويعتبر كأس سمو ولي العهد من السباقات الكبيرة والمهمة لدولة الإمارات، والكثير من الفرسان يتمنى الحصول شرف الحصول على هذا الكأس نظرا لأهميته دافع معنوي كبير، نظرا لارتباط هذا الكأس بسمو الشيخ حمدان، وسمو الشيخ حمدان من الفرسان المميزين وبطل العالم، وبالتالي الكل يحظى بنيل شرف هذا الكأس لأهميته. فنتمنى إن شاء الله توفيق للجميع. يعني اليوم بيكون فيه الفحص البيطري وبيتم تأكيد على العدد، لأنه يجب التأكد من الخيل والفرسان والالتزام بالشروط وإلى آخره، فإن شاء الله على نهاية مساء اليوم بيتم تحديد بالضبط العدد إن شاء الله. بالنسبة للمهرجان النسخة 15، طبعا الفعالية هاي بدأت بوجود سباق السيدات وسباق الاسطبلات الخاصة وسباق الفرسات خلال الأيام الماضية هذه، وكان عندنا أكثر من 350 مشارك، ونحن اليوم مقدمين على الفعالية الرئيسية في المهرجان كأس سيدي سمو ولي العهد بحضور ومشاركة أكثر من 150 خيل. فالمهرجان كله نحن بيكون عندنا قرابة 500 خيل مشاركين، وهذه من خلال أن احنا نعطي رسالة واضحة إلى كل المهتمين بعالم الخيل بمدى أهمية الخيل ومدى اهتمام أصحاب السمو الشيوخ ودعم الدولة لهذه الرياضات التراثية القريبة من عاداتنا وتقاليدنا. ووجود 500 خيل يشارك في فترة زمنية قصيرة، هاي في حد ذاتها رسالة واضحة للعالم كله. طبعا أكيد نسخة مميزة، نسخة 15 اللي هي رجوع الإمارات ودبي، خروجها من الجائحة كليا، وهذه ورجوع طيران الإمارات في التشغيل اللي كل طبعا شاف أن رجوعنا للتشغيل الطبيعي لطيران الإمارات، فالكل مبسوط من هذا، ولهذا السبب أن النسخة 15 حتكون مميزة، ولهذا السبب أن النسخة 15 فيها عدد مشاركين مميز. نحن بنكون موجودين طبعا في احتفال بيكون موجود، وبنهاية السباق بيكون في تكريم للمتسابقين.